بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندسة منال يحيى إسماعيل، مهندس صيانة أجهزة طبية ومشرف شعبة صيانة الأجهزة الطبية بالمعهد الفني الصحي بالمنصورة، وبقوم بتدريس مادة ميديكال ديفايسز أند كوميونيكيشنز لطلبة الرعاية الطبية العاجلة. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة في مادة ميديكال ديفايسز أند كوميونيكيشنز، والمحاضرة الأولى هتكون في الشابتر الأول، شابتر واحد، أمبولانس ميديكال إكويبمنت، الأجهزة المزود بيها عربات الإسعاف. طبعا إحنا التركيز بتاع المنهج ده كله هيبقى على نظام الخدمة الطبية العاجلة اللي هو الإمرجنسي ميديكال سيرفيس سيستم. والمنهج ده فيه يعني مصطلحات كتير قوي هو عامل لها اختصارات، زي مثلا Emergency Medical Service System هو بيديها المصطلح او الاختصار كابتل E كابتل M كابتل S كابتل S. طيب انا بقول انه بالنسبة لعربة الاسعاف، عربة الاسعاف بيكون فيها صف، الصف اللي موجود فيها له 4 مستويات، كل مستوى بيتعامل مع المريض او مع الحالة اللي موجود معاها بطريقة تختلف من مستوى لمستوى. المستوى الاول بيبقى الصف اللي موجود فيه كل مهمته هي عملية نقل المريض او نقل المرضى من مكان الحادث الى المستشفيات. ده بالنسبة للصف الاول او الدرجة الاولى او المستوى الاول. المستوى الثاني بيكون متقدم شوية، اللي بنقول عليهم others over بيزك لايف سبورت. البيزك لايف سبورت اللي هم بيحافظوا على حياة المريض او على حياة المصاب بمستوى من مستويات الميديكال كير او الرعاية الطبية لغاية بس ما يوصلوهم الى المستشفيات لينالوا الرعاية الطبية السليمة او المطلوبة. المستوى الثالث بنقول عليها the most advanced or advanced life support systems. دول مستوى تدريبهم اعلى شويه، ودول بيقولوا بقى contain devices like the ones in BLS، بيبقى عندهم بعض الاجهزه من الاجهزه الموجوده داخل عربات الاسعاف، وبالتالي بيدوا للمريض مستوى اعلى شويه من المستوى الثاني في الرعايه الطبيه قبل ما يوصلهم بيه للمستشفى. اما المستوى الرابع وهو الاعلى، فدول بيبداهم بيقول لي كده start medical services before reaching the hospital. بيبدأوا فعلا مش الرعاية بقى، مش مجرد رعاية ذاتيا، بيبدأوا الخدمات الطبية المختلفة لمعالجة المريض أو محاولة بدء معالجة المريض والاستمرار في هذا لغاية ما يوصلوا بيه لغاية المستشفى. عايزين نقول إنه في طبعا أجهزة مختلفة ومتعددة بتبقى موجودة داخل عربة الإسعاف. هنبدأ في الشابتر ده ان احنا ناخد بعض الاجهزة منها ونتعرف عليها. اول نوعية من النوعيات الاجهزة دي هو الـ Ventilation and Airway Equipment، المعدات الخاصة بالتهوية او بالممرات الهوائية بتاعت المريض. لما اجي اتكلم على اول جهاز فيهم بقول ان هو Portable and Fixed Suction Apparatus، جهاز الشفط. جهاز الشفط هو عبارة عن بامب. البامب ده هي بتعمل لي عملية تفريغ، بتعمل عملية تفريغ. عملية التفريغ ده هي او الضغط السالب اللي احنا بنتكلم عنه بيبدأ يوصل للكافيتز اللي موجودة جوه المريض، اي فجوات موجودة جوه المريض عايزين نتخلص من بعض السوائل او بعض المواد اللي موجودة فيها. وده بيحصل عن طريق ممبرين او غشاء. بيبقى إن رد الفعل أو النتيجة بتحصل في خلال ثواني. هنكمل مع بعض. قلنا إنه جهاز الشفط بيتخلص أو عن طريقه بنتخلص من أي سوائل أو أي مواد موجودة داخل جسم المريض عن طريق عملية إن إحنا نعرضه للشفط أو الفاكيوم. Suction apparatus consists of a vacuum بامب. الجهاز بيتكون من ايه؟ اول حاجه فاكيوم بامب، مضخه سحب او مضخه شفط، فاكيوم ريجوليتور منظم، اند جيج مقياس.
اند كوليكشن كانستر. وقلنا الكوليكشن كانستر بيبقى ممكن يكون من برطمان من الزجاج اند ان اوبشنال بكتيريال فلتر، وبيبقى فيه طبعا دي حاجة اختيارية لما بيكون طبعا هي الافضل طبعا، لانه بيبقى عبارة عن فلتر بكتيري بيتخلص من البكتيريا، فبالتالي انا عندي نهاية المسار بتاع الشفط بيبقى عند المريض والنهاية بتبقى في الهواء الجوي، فطبعا يهمني جدا انه اللي يخرج للهواء الجوي بيبقى خالي تماما من اي يعني عدوى او اي حاجة. Principles of operation، عملية الاوبريشن بتتم ازاي؟ بيقول لي انه ال various pump configurations include rotary vane مروحة، diaphragm غشاء، and pistons كباس. each mechanism alternately increases the decreases the vacuum and chamber volume. بنبدأ نعمل عملية تقليل للضغط داخل الايه التشامبر فوليوم اللي احنا بنتكلم عنها. air is drawn بيتم سحب الهواء from the external tubing من التيوب الخارجية into the chamber drawing unwanted matter into a collection canister علشان يسحب لي المواد او السوائل الغير مرغوب فيها داخل الوعاء اللي احنا قلنا انه غالبا بيكون من الزجاج. operating steps the operator powers on، اول حاجة طبعا بنعمل الاون، بنختار السكشن ليفل الملائم لحالة المريض، وبعدين بندخل طرف اللاين اللي بيروح عند المريض بندخله في البيشنت كافيتي او الفجوه اللي احنا عايزين نخرج منها السوائل اللي عايزين نتخلص منها. لازم ناخد بالنا انه بالنسبه للكوليكشن كانسترز لازم نفضل عينينا عليها مراقبينها لغايه ما توصل للمستوى اللي لازم عنده نعمل لها عمليه تفريغ. reported problems الأعطال أو الأخطاء اللي ممكن تحصل معانا، أول حاجة إنه السكشن ريجوليتورز لازم يكون مظبوط، لو هو مش مظبوط ممكن يعمل لي إيه؟ ممكن وهو بيسحب عملية السحب تكون أعلى مما ينبغي، ممكن تعمل لي تدمير لأي جزء من الأنسجة بتاعة المريض، وطبعا يعني هو راجل مريض خلقه يعني مش محتاج بقى. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي انه في بعض الموديلات من الاجهزه بتعمل نويز جامده جدا لدرجه انه النويز ليفل بتاعتها ممكن تتفوق على صوت بعض الالارمز الخاصه بالاجهزه، وده طبعا في منتهى الخطوره، يعني ممكن يخليني ما اسمعش صوت انذار لحاجه معينه. الحاجة اللي بعدها بتقول لي انه او الخطأ الثالث بيقول لي a pump containing aspirated fluid can be a source of contamination، اخلي بالي انه الفلويد اللي بناخده من المريض ممكن يبقى مصدر للتلوث، وطبعا علشان انا اتغلب على الموضوع ده لازم يكون عندي البكتيريا الفلتر اللي احنا قلنا عليه انه اختياري، هو ما اعتقدش انه اختياري ولا حاجة. الخطأ الخامس بيقول لي انه الاوبريتورز لازم يتبع الارشادات العامة والعالمية للوقاية بتاعته حتى هو شخصيا، wearing gloves لازم يبقى لابس الجوانتي face shields or masks and gowns. ده بالنسبة لجهاز الضغط. تاني جهاز عندنا هو جهاز بنقول البورتابل اوكسيجين ابريتوس، الجهاز ده هو جهاز بنقول عليه جهاز بيمد المرضى بالاكسجين بالتركيز المطلوب وهو اعلى من المجهود من الموجود بالهواء الجوي. لو بصينا على الجهاز ده كويس، بص يا شباب على شكل الجهاز في الشريحة، هتلاحظوا ان انا ما عنديش انبوبة اكسجين كبيرة ولا اسطوانة كبيرة ولا اي حاجة خالص، هو الجهاز ده نفسه هو اللي بيمد الاكسجين للمريض، وهنشوف ازاي من طريقة عمل الجهاز ده. بيقول لي انه بداية لما نيجي نتكلم عنه زي ما انا قلت من شوية انه الجهاز ده هو طريقة من طرق الامداد بالاكسجين بدون
بدون ما استخدم هيفي تانكس اللي هو زي ما قلنا الاسطوانات التقيلة والضخمة واللي واخدة مكان، لا ما فيش كلام من ده. طيب ازاي ده حصل؟ قال لي ان هو بداية من سنة 2000 تم تصميم جهاز نقال، تم تحديثه وزيادة دقته حتى انه يمكن الحصول على من 1 لـ6 لتر from 1 أو between 1 and 6 liters of oxygen per minute في الدقيقة الواحدة depending the breathing rate of the patient، تعتمد على البريزنج ريت بتاعت البيشنت نفسها. طيب الليتست موديلز للجهاز ده هو كانت بتوصل بالرينج بتاعها من 2.8 من 10 ل 9.9 من 10 باونز، و2.8 من 10 ل 9.9 من 10 باونز لما نيجي نحولها الى الكيلو جرام بتاعنا نقول ان هي بتنتج من 1.3 من 10 الى 4.5 كيلو جرام. دي في حالة اللي بنقول عليها الانترميتن فلو، يعني موديل بيديني بنقول ايه انتاج متقطع لغاز الاكسجين. وبالنسبه للكونتينيو فلو، بالنسبه للكونتينيوس فلو او الانتاج المستمر اكسجين بشكل مستمر مش متقطع، في الحاله دي بحصل منه على بين 10 ل 20 باوندز بالكيلو جرام بتاعنا، بقى بين 4.5 الى 9 كيلو جرام. How does it work؟ بيشتغل ازاي؟ هنقول انه الجهاز ده هو، الجهاز ده هو بيعمل حاجة جميلة قوي. بيقول لي هنا the basic setup of a BOC is miniaturized air compressor. هو عبارة عن miniaturized يعني مصغر، هو عبارة عن air compressor مصغر، ضغط هواء مصغر، a cylinder filled containing the sieve. بيبقى عندي حاجة بقول عليها containing the sieve، sieve يعني منخل أو مصفى. في حاجة اسمها منخل أو مصفى هنشوف مع بعض. A pressure equalizing reservoir and valves and tubes. احنا قلنا التركيب بتاع الجهاز، تعالوا نشوف علشان نفهم ايه هو نظرية عمل الجهاز فعلاً. بالنسبة لنظرية عمل الجهاز بيقول لي during the first half of the first cycle، أثناء العمل النص من العملية الأولى أو الدورة الأولى اللي بيحصل عندي إنه بيتم ضخ الهواء المضغوط عبر نظام بيحتوي على مرشح كيميائي. يعني إيه مرشح كيميائي؟ نشوف مع بعض. وهو مصنع من حبيبات الزيوليت. الزيوليت هو معدن من مجموعة السيليكات، خلي بالنا مع بعض، الزيوليت هو معدن من مجموعة السيليكات، والسيليكات هو مركب من سيليكات الألومنيوم المائي مع الصوديوم أو مع الكالسيوم. مطلوب مننا بس ان احنا نعرف الجزئية دي، ان هو الزيوليت معدن من مجموعة السيليكات مركب من سيليكات الألومنيوم المائي او مع الصوديوم او الكالسيوم. طيب بيعمل ايه الزيوليت؟ احنا خدنا قبل كده الكلمة اللي هي تمتص، لا الزيوليت بيدمص، بيدمص بالدال يا جماعة، بالدال، يدمص. يعني ايه يدمص؟ يدمص هنا او الادمصاص او الامتزاز معناها انه المادة ده هي بتجذب نحوها جزيئات اكتر من جزيئات. نقول تاني، المادة دي بتجذب نحوها، بتجذب زي المغناطيس، لكن طبعا هي مش بتجذب حديد، فهي ما هياش مغناطيس، لكن الماده ده هي بتجذب جزيئات عن جزيئات، وعشان كده ما بنقولش هي تمتص، لكن بنقول تدمص، لان هنا التعامل مع جزيئات، فهي بتدمص جزيئات النيتروجين اكتر من ادمصاصها لجزيئات الاكسجين، وبالتالي بتديني في الحاله ده هي اكسجين مركز. هي خلاص اتمصت النيتروجين، لما اتمصت النيتروجين اتبقى عندي ايه؟ طيب علشان نعرف هننزل مع بعض تحت شوية كده ونشوف. بيقول لي the atmosphere contains around 21% 21% oxygen and 78% نيتروجين، يعني بيحتوي على
الهواء الجوي بيحتوي على 78% من النيتروجين و21% من الأكسجين. And 1% remainder is a mixture of other gases. بقية الغازات بقى ثاني أكسيد الكربون، بخار مية، بقية الغازات، خليط من بقية الغازات اللي موجود في الهواء بتحتل 1%. A BOC system is functionally a nitrogen scrubber. هو جهاز بيتخلص من الأكسجين capable of consistently producing medical grade oxygen of up to 90%. بيديني أكسجين بنسبة ثابتة تقترب من 90%. types of flu، في عندي 2 types of flu. التايب الأولاني هو البالس دوز أو المتقطع، بيديني جرعات متقطعة من الأكسجين، وده تقريبا اللي بيبقى فيه معظم البي او سي بتبقى بتشتغل بالشكل ده. هو هي اللي تحت هنا قال most of the current BOC systems provide oxygen on a pulse delivery and are used with a nasal cannula to deliver the oxygen to the patient. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الكونتينوس فلو، ده مش بيبقى مستخدم قوي. ليه؟ لأنه علشان يبقى عندي continuous flow ده بيتطلب مني large molecule sieve and pump motor assembly، بيبقوا المتجمعين مع بعض. عايز المصفى اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية لازم تبقى حجمها اكبر بكتير، والمتجمعة مع البامب مع بعض and additional electronics ومجموعة الكترونية اكبر من كده، وده بياخد حجم اكبر للجهاز وطبعا وزن اكبر، وده احنا مش عاوزينه. النوعية التانية من الاجهزة اللي لازم تكون موجودة في معظم عربات الاسعاف هو monitoring and fibrillation equipment. بيتكلم عنها وبيقول انه كل عربات الاسعاف لازم تكون مجهزة ب AED، والاي اي دي هو الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريليتور او جهاز ازاله الريفان الخارجي. Unless staffed by advanced life support personnel who are carrying a monitor defibrillator. لازم يكون في staff يقدر ان هو يستخدم الجهاز ده علشان يبقى الجهاز موجود داخل عربه الاسعاف. كمان بيقول لي انه الجهاز ده should have بيدياتريك كابابيلتيز، يعني نقول ايه، تجهيزات خاصة بالأطفال including child sized beds and cables، بما في ذلك الألواح والكيبلز اللي حجمها مناسب لحجم